السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. إذا مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه من المستوى الثاني عن تهاطل لأمطار بكميات معتبرة إن شاء الله، تنبيه سري المفعول إلى غاية يوم الغد إن شاء الله على الأقل. إذا أمطار تكون معتبرة تتراوح ما بين 20 لغاية 40 ملم الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات. هناك تنبيه آخر عن تساقط للثلوج بداية من ليلة اليوم بكميات تتراوح ما بين 10 سنتيمترات لغاية 15 سنتيمتر على القمم الجبلية الوسطى وكذلك الشرقية. إذا أمطار معتبرة ستخص خلال يوم الغد الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية تحت وقع رعود على شكل زخات مرفوقة بحبات من البرد كذلك.